احنا مكملين مع حضراتكم اخبارنا الرياضيه، واحنا النهارده طبعا هيكون معادنا مع مباراه حماسيه هتجمع ما بين النادي الاهلي وفريق وفاق سطيف الجزائري في جوله الذهاب من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يا ترى الاهلي هيعملها ويتاهل للنهائي الثالث على التوالي، ولا وفاق سطيف ممكن يعطل هذه المسيره الافريقيه الاستثنائيه للمارد الاحمر؟ ايه الفرص بالنسبه للفرقتين، وهل هي فرص متكافئه؟ مين يمتلك الاوراق الفنيه القويه اللي يقدر بيها يسيطر على المباراه؟ نقاط القوه والضعف عند كل فريق، كل ده هنعرفه بالتفصيل من الناقد الرياضي اللي بنسعد بوجوده معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، الاستاذ طارق رمضان. صباح الخير عليك يا استاذ طارق. صباح الخير كل سنه طيبين. صباح الخير يا استاذ طارق. بنتكلم عن تاريخ الى حد ما متكافئ من الفرص ما بين الفرقتين، الا انه الاهلي تغلب في 2018 على وفاق سطيف، ويمكن ده خلانا نفك شويه عقده وفاق سطيف، ودايما بنقابلهم في نص النهائي. طب اقول لك على حاجه بسيطه جدا، يعني ايه 2018 حاجه تفاصيلها حاجه و2022 تفاصيلها حاجه، الفرق كلها بتتغير، الاهلي بيتغير وفاق سطيف بيتغير، طرق اللعب بتتغير، فبالتالي احنا رايحين على طريقه جديده، فريق جديد بيلعب بشغل جديد تاني، لعيبه اقوى، طرق اللعب بين الفرقتين اتغيرت، فالمباراه النهارده مش هتبقى زي 2018، هتبقى مختلفه شويه. الاهلي طبيعي ليه افضليه الارض والجمهور باعتبار ان دي مباراه الذهاب، في شوط تاني هيبقى في الجزائر يوم السبت اللي جاي، ودي المباراه بتبقى الاصعب شويه. في كره القدم اللي احنا بنشوفها في العالم ما بتعترفش دايما باسبقيه الفوز، يعني النهارده الاهلي هيفوز على وفاق سطيف طبيعي ارضه جمهوره تفاصيله كلها، لكن الاصعب في مباراه العوده. احنا في ابطال اوروبا شفنا بين الفرق وبعضها يبقى فايز 4-3 فالفرقة التانية تعمل ومنتدى عليه وفي الماتش الإياب وتفوز وتقصيه، وفي فرق بتبقى ضامنة خلاص إن هي وصلت فجأة بتلاقيها اتغلبت وطلعت في آخر دقيقة، فبالتالي الفرق البسيط اللي بيننا وبين أوروبا في المباراة ديت إن في أفضلية للهدف اللي بيحرز خارج الأرض، أوروبا لغت ده، إحنا لسه في أفريقيا ما لغيناش. التفاصيل الصغيرة اللي ما بين الأهلي وما بين وفاق سطيف النهاردة هي اللي هتحسم المباراة، يعني النهاردة طرق اللعب المختلفة، في تفاصيل داخل الماتش طوال 90 دقيقة، دي اللي هيفرق ما بين أداء وفاق سطيف وما بين أداء الأهلي. الأهلي عنده رغبة أنه هو يحسم المباراة والمباراتين من الأول، يعني أكيد عنده رغبة، لكن هو قادر؟ ده السؤال. لا هو قادر من ناحية هو قادر، هو قادر بس بشرط أنه هو يكون عالج الأخطاء اللي بيقع فيها دايما في كل المباريات القوية أو الكبيرة، بمعنى زي ما أنا بقول لك كده تفاصيل صغيرة، بمعنى إيه؟ لازم يبقى عندي تحرك ما بين اللاعبين داخل الملعب، لازم التنظيم داخل الملعب يبقى شكله كويس، واقف صح، الباص اللي هو بيتقطع منك لازم تكون عالجته، الرجوع في الهجمات المرتدة اللي هيلعب عليها وفاق سطيف لازم تبقى أكتر، تكلفات خط النص اللي هو مساعدة الأجناب، غياب السولية بقى هيأثر علينا؟ لا غياب السولية هو طبيعي، أي وهيتم تعويضه بمين؟ أي لاعب هيبقى غايب عن النادي الأهلي ما ينفعش أقول عليه إنه هو إيه خلاص الأهلي كده، تبقى دي إهانة للأهلي، يعني بمعنى السولية غاب أكيد في بديل، عندك بديل مره واثنين وثلاثه، يعني النهارده قفشه ممكن يكون بديل، حمدي فتحي هيبقى بديل، اليو ديانج هيبقى بديل، عنده عبد القادر، يعني عنده لعيبه بتلعب الدور الهجومي والدفاعي بيبقى اكيد مجهزه، لانه هو مش ضامن ان السولية يبقى معاه طول الوقت، لكن هي المشكله مش في غياب لاعب. طب من وجهه نظر حضرتك البديل المناسب للسولية؟ لا هو النهارده هيلعب مجدي قفشه جنب اليو ديانج جنب حمدي فتحي، بس قفشه في الدور الدفاعي خاصه هو هيبقى عليه عبء مساعدة علي معلول أحيانا، مساعدة محمد هاني أو كريم فؤاد أحيانا، الدور الدفاعي بالنسبة لمجد قفشة هيبقى كبير النهاردة. ليه؟ لأن وفاق سطيف من الفرق اللي بتلعب كرة سريعة وعلى الأرض وبتهاجم بالأجنحة من الجناب، كمان عندها المهاجم الوهمي أكتر من المهاجم الصريح، هو موسيماني النهاردة هيلعب 4-3-3، يعني ما عندوش خيار ان هو يلعب 4-2-3، لا هيلعب 4-3-3 عشان يأمن دفاعاته ويستغل الأجنحة بتاعته اللي هي المفروض تبقى سريعة في تهديد مرمى وفاق سطيف او في الرجوع كمان الارتداد بقى، ما هو التحول هنا اللي احنا بنتكلم عليه، التحول من الدفاع للهجوم بسرعة ديت اللي هتدي لك أفضلية. اتنين، انت لازم تنتهز انصاف الفرص اللي هتجيلك. تلاتة، لازم تستغل سرعتك بشكل كويس، الحركة الدائمة اللي انت بتتحركها داخل الملعب، ودي مشكلة عندنا في اللاعب المصري، هو ما بيتحركش كتير،
طالما الكره مش معاه بيفضل واقف مكان، او التحرك بتاعه بيبقى بطيء. معنى ايه؟ ان هو بيتمشى، ما بياخدش مكان صح. ودي مشكله في، مش هتلاقيها عند الاهلي، هتلاقيها عند الاهلي. كل الفرق المصريه تقريبا ما عندناش ثقافه التحرك بدون كوره، ما عندكش ثقافه الحركه السريعه. عشان كده اما بتبص لماتش مثلا ريال مدريد مع مانشستر سيتي، ليفربول مع فياريال الاسباني، كل ده بتلاقي حاله حركه دائمه مستمره داخل الملعب. ليه؟ عشان يبدا يهز الدفاع، ياخد له مكان. اخذ المكان والوجود فيه بطريقه مهمه جدا، ده اللي بتفرق بين لاعب ولاعب. يعني انت بتجيب مهاجم بتدفع له ملايين، بيبقى بس عشان بياخد خطوه في المكان المناسب يقدر يحرك دماغه ويجيب جون. لكن احنا عندنا مشكله الحركه قليله، مشكله التحرك في المكان المناسب. يعني مثلا احمد عبد القادر النهارده لو لعب من اول المباراه عنده مشكله بسيطه، ان هو اناني، يعني بيحب نفسه اكتر من الفرقه، فعايز دايما انه يمر شويه، اما يمر عايز يروح يجيب جون، في حين ان هو لو عمل باص هيجيب جون او فتح لزميله هيجيب جون اكتر. دي مشكله لازم انت تعالجها كمدرب. كمان التسليم والتسلم، عندك زي ما احنا بنتكلم دايما في ماتشات الاهلي، عندك في مشكله الخروج بالكوره بشكل كويس، الظهور للزميل بتاعك، العرضيات اللي احنا بقالنا مثلا بنتكلم، تخيل العرضيات دي انا بتكلم فيها بقالي 5 سنين بتكلم جد، في المنتخب والاهلي والزمالك، الكره العرضيه اللي عليك مهدده ليك ان هي تبقى فرصه جون سواء ثابته او متحركه، والكره العرضيه اللي انت بتعملها ما بتتظبطش لما تطلع بعيده، ما عندكش حد يستغلها. لا، اما تطلع بعيده قوي او ما تجيش في المكان المناسب او المهاجم ما خدش الخطوه المناسبه. يعني مثلا محمد هاني ما يجي يرفع عرضيه لازم المهاجم يبقى زي ما بنقول ايه، رابط معاه، انا هاخد الخطوه دي فتلعبها. عندهم اشارات كمان بيعملوها لبعض. عشان كده الاهلي مثلا في الخطه الجديده بتاعته هيجيب مطوري هجوم، مطورين يعني مدرب متخصص في ايه، في تدريب المهاجمين ازاي يستقبل العرضيه، ازاي يبقى واخد المكان المناسب، وهيجيب مدرب خاص بالمدافعين، لان انت برضه عندك مشكله في التمركز. النهارده بكره واحده اللي هي بتجيلك من ناحيه اليمين او ناحيه اللي هو شمال علي معلول، الاهلي اتحط فيه جوان واتضرب بيها اكتر من 5 6 مرات. فبالتالي انت محتاج تجيب حد يبقى متخصص المدافع يقف ازاي، هل هو يضم على زميله فيسيب. لو بصيت للماتش الرجاء هتلاقي محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ضموا على بعض، فاللاعب جاي لوحده معلش القبه بيحط الكره في شوارع زي ما بيقول بالظبط. فديت التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها ما بين الاهلي وما بين وفاق سطيف. وفاق سطيف فلسفته النهارده اطلع باقل الخسائر، طلعت ويمكن تعادل. كمان بيلعب بطريقه وفاق سطيف دفاعيه الى حد كبير، بس بيلعب هجمه مرتده كويس. يعني عنده سرعات كويسه وبيقدر لما يستحوذ على الكوره يقدر يوصل لمنطقه الجزاء او منطقه ال 18 باقل عدد من التمريرات، فده هيهدد النادي الاهلي. لكن هو عايز النهارده قدام جمهور الاهلي على الارض قدام فرقه قويه هو عارفها كويس، عايز ان انا اشدك بقى المباراه الثانيه، فهطلع باقل الخسائر الممكنه، اتغلب 1، اتغلب 2-1، اتعادل، ممكن افوز. فبيبقى برضو هو عايز يشدك للماتش الثاني. لكن هو موسيماني النهارده مطالب انه ما يستقبلش اي اهداف. صحيح. ودي برضو صعبه جدا بالنسبه له. ان انا مش هستقبل اهداف واحرز اهداف. طب لو المباراه طلعت 0-0 هنعمل ايه؟ وهنا بقى اللي هو ايه؟ اللي انا لازم استنى الشوط الثاني، انا ما بقسمش ما باخدش المباراه ان هي دي شوطين وخلصت او شوط هناك. لا، عندي شوط ثاني. ممكن الاهلي يبقى النهارده شكله مش كويس، لكن في المباراه الثانيه ممكن يبقى شكله افضل. طب واحنا بنتكلم عن التشكيل، التشكيل النهارده هو عنده مشكله طبعا ان عمرو الصلايه خرج، محمد عبد المنعم خرج، فطبعا اكيد هيلعب ايمن اشرف، جوار، ياسر ابراهيم. يبتدي ببيرسي تاو ولا لا؟ لا، ده لازم. بيرسي، بصي بيرسي تاو هو لاعب سريع، عنده مشكله بسيطه بس اللي هو ما بيقدرش ينهي الهجمه بطريقه كويسه. يعني ممكن يبقى رايح انفراد وهو والجون يضيعها. ممكن لكن هو لاعب سريع، هو لاعب مهاري، لكن عنده مشكله كمان ان هو لاعب ما ينفعش تلعب له عرضيه عاليه، لازم تبقى العرضيه جايه على الارض. علاج اخطاء بيرسي تاو لازم يتحط له برنامج تاهيلي. هيلعب النهارده؟ يلعب النهارده. يعني هو هيلعب احمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات، او ممكن يلعب محمد شريف
وميرسي تاو وحسين الشحات، او ممكن يخلي حسين بره ويلعب باحمد عبد القادر، لانه هو مش هيقدر يستغنى عن ميرسي تاو. او يعني طموحنا ان هو ميرسي تاو ده بالنسبه للنادي الاهلي بيبقى ناقص لعيب، لانه ما بيرجعش كتير، لو رجع وجات له كوره بيضيع اهداف سهله، ودي مشكله بالنسبه له. لكن هي المشكله ان موسيماني بيحطه في دور مش بتاعه، ولا المشكله فين؟ يعني هو مش مهاجم صريح، هو المفروض جناح. بيرسي بيلعب دايما تحت راس الحربه او الثالث بالنسبه ل 4 3 3. بص، مشكلتنا احنا ان احنا دايما بنجيب لاعب نقول له ايه، انت هتلعب في المكان ده، لو غيرت المكان السيستم بتاعه بيضرب. يعني مثلا مجدي قفشه اقول له انت هتلعب في المكان ده، تبقى صالح، لو خليته جناح شويه ما بيقدرش يؤدي. اللاعب المفروض دلوقتي كل اللاعبين بيأدوا كل الادوار في كل الاماكن. انا جايب لاعب مفروض هلعبه يمين، هلعبه شمال، هلعبه صانع العاب، هلعبه تحت راس الحربه، هلعبه راس حربه وهمي، او ممكن العبه في لعبه تبقى متميزه في مراكزها برضو، يعني مش من المستحب ان انا اغير المركز. انا معاك في المركز، بص انا معاك في المركز الطبيعي اللي انا جايبه فيه، لكن النهارده انت باصص على محمد صلاح مثلا. محمد صلاح كان بيلعب مهاجم، هو حتى في اخر تصريح ليه قال لك الناس بتفتكرني مهاجم لكن انا بلعب جناح. ليه؟ لان التحرك بتاعه مره بيبقى فجاه تلاقيه مهاجم، فيؤدي دور المهاجم. دي كره القدم الحديثه. النهارده انا جايب ميرسي تاو، لو حطيته راس حربه، هو مش راس حربه صريح، هتلاقيه هو طبيعي بيقوم بدور ان هو يبقى راس حربه وهمي اللي هو بنسميه الشادو، او ان هو بيجي دايما ياخد الكره من تحت، مش شرط ان هو يقف لي في الصندوق زي محمد شريف. ما محمد شريف مشكلته حاجه من لما يلعب جناح اللي هو بيلعب جناح شمال يأدي برضه بشكل كويس، لما يلعب راس حربه مش وظيفه راس الحربه في الكره الحديثه انه يفضل واقف في الصندوق يستنى الكوره. لا، هو في حركه في الكوره، زي ما احنا بنتكلم على مجدي قفشه مركز 10. لو بص، لو اطلعت على اخر تقرير عمله خبراء الكوره في بطوله الامم الافريقيه اللي احنا طلعنا فيها في المركز الثاني، ما بيتكلموا قال لك مركز 10 تكليف لاعب واحد بيه، ده انتهى من الكوره الحديثه. مركز 10 ده بيقوم بيه كل لاعب في خط النص بيلعب في المكان، فانت ممكن تلاقي نفسك مركز 10، ممكن تلاقي نفسك مركز 8، ممكن تلاقي نفسك فجاه بقيت مهاجم. المشكله في اللعيبه المصريه ان هي ما بتحاولش دايما تلعب اكتر من مركز، هي انت جايبني العب في المركز ده فانا خلاص خلاص اتسسمت عليه. طيب، غيرتني ما اقدرش اديلك. طب ما ده مشكله بالنسبه للاعب ومشكله بالنسبه للفريق بكل تاكيد. استاذ طارق، يعني هدف النادي الاهلي في المقام الاول انه ما يستقبلش شباكه اي اهداف في المباراه دي طبعا جدا، عشان ما يتحسبش زي ما احنا عارفين في افريقيا الهدف بهدفين، وطبعا يفضل بكل تاكيد انه يجيب اهداف في هذه المباراه. المنظومه الدفاعيه للنادي الاهلي عامله ايه؟ واحنا بقى لنا فتره بنشوف لعيبه النادي الاهلي بترجع دايما للشناوي، هل ده يعني تكتيك المباراه ماشي كده، ولا عدم قدره على الوصول بالهجمه لنص تاني من الملعب؟ لا، هو بص، حارس المرمى بقى ليه ادوار منها صناعه اللعب. يعني حارس المرمى زمان كان يمسك الكوره وبص، دلوقتي حارس المرمى ده احيانا بيلعب دور الليبرو واحيانا بيلعب دور صانع الالعاب. فهتلاقي ان انا لما برجع الكوره لان الفرقه مقفله بحاول اسحب الكوره، فدايما برجعها لحارس المرمى. عشان كده بيتم تدريب حراس المرمى على انه ازاي يلعب برجله، يبقى لاعب مش مجرد حارس المرمى، لان هو في الاصل لاعب. هو كل الميزه اللي عنده انه بيمسك الكره في منطقه 18، دي الميزه، لكن في الاصل لازم يعرف يلعب برجله. فما برجع للشناوي ببدا احاول اخليه هو يبدا يصنع اللعب. النهارده كان في غياب لعبد المنعم تقريبا. محمد عبد المنعم مش هيلعب النهارده، هيلعب مكانه ايمن اشرف جنب ياسر ابراهيم. فبالتالي الرجوع لحارس المرمى محاوله لفتح ثغرات، بس بشرط حارس المرمى يجيد التصرف ويجيد صناعه اللعبه. بمعنى ايه؟ ان هو دايما عينيه هو اللي هو لو شايف ان لو لعب الكره الطويله هيقدر يصنع خطوره، ولا يباصي لحد زميله يبدا يصنع يبدا الهجمه. ديت بتبقى تدريبها حراس المرمى. هو ما بيرجعهاش لما بيكون حاسس ان الفرقه اللي قدامه قافله دفاعاتها والفرصه متاحه لحارس المرمى ان هو يبدا الهجمه افضل منه. لكن الرجوع لحارس المرمى مش عشوائي، لو اتعمل عشوائي يهدد. هتلاحظ ان في ماتش بيراميدز اللي هو الاهلي اتغلب فيه، تراوري جايب الجون من خطا استقبال من محمد الشناوي، هو استقبلها بشكل غلط. فبالتالي لازم حارس المرمى يبدا يلعب احيانا ادوار زي ما احنا بنتكلم بقى على ايه، هو دوره حارس مرمى. في حراس مرمى ما بتعرفش تعمل ده،
يعني ما ترجع لها الكوره بتعتمد على التشتيت اللي هو ايه الشناوي في الاول كان كده لكن دلوقتي هو بيثبت الكوره ويبدا ياخد خطوه صحيح. واحيانا يلعب دور الليبرو ما الكوره تبقى سريعه ما فيش خلاص المهاجم منفرد فبيطلع الكوره دي مهام جديده لحراس المرمى لكن التشتيت والعشوائيه اللي ممكن يعملها ممكن يهدد الفرقه لو انا هو ما بيعرفش يلعب برجله فرجعت له الكوره ممكن يغلط ممكن الكوره تعدي من تحته ممكن الكوره تخبط في رجله وتسبقه يبقى في مهاجم سريع ياخدها منه فلازم يبقى المدافع متاكد تماما ان حارس المرمى بتاعه بيقدر يلعب العاب اللي هي ان هو يبقى بيبدا هجمه مستقبل الكوره كويس لعيب زي اي لاعب موجود في الملعب زيه ما هو في الاخر لعيب زي بس الفرق بينه وبينه ان هو حارس مرمى بيمسك كوره في منطقه 18 استاذ طارق مساله انه نجيب لعيبه موسيماني يجيب لعيبه وبعدين يستبعدهم حصل ده مع حسام حسن في ماتش الترجي وبعد كده محمد محمود ودلوقتي بيجيب منكوسوني فايه اللي بيحصل بصي انا الجمهور دايما متعاطف مع اللعيب بمعنى ايه حسام حسن لازم يلعب ويبدا يضغط على المدير الفني في مديرين فنيين بيلعبوا لعبه الذكاء مع الجمهور اللي هو ايه انت عايز مين انا عايز حسام حسن يلعب فبلعبه ماتش بحرقه على الجمهور انت شايف ان موسيماني بيمشي بالطريقه دي مشاكله. محمد محمود لعب الماتش اللي فات فعمل ضرب جزاء وجه الاهلي جاب منها جون في ماتش الطلائع او ادى بشكل كويس ده القدرات دي المدير الفني ممكن يبقى حاسبها ايه ده لان انا محتاجه في ماتش الطلائع لكن ماتش زي وفاق سطيف انا هختار العناصر اللي هتحقق لي الاهداف مش شرط ان انا هستبعد حسام حسن واعتمد على محمد يبقى حسام حسن وحش لسه حسام حسن على فكره كلام محتاج يخش سيستم النادي الاهلي حسام حسن الى الان ما دخلش السيستم بتاع النادي الاهلي لعب ماتشات الرابطه وكان ممكن يخش اللي هي كاس الرابطه ويخش السيستم لعب ماتشات حتى المهاجم انا دايما معتقد المهاجم اللي هو مهاجم بتقل الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي مهاجم قوي بيثبت نفسه حتى لو من دقيقتين اتنين يبدا حتى يمكن موسيماني بيقول كده برضه لكن ما ثبتش بديله فرصه ثانيه وثالثه وفي الاخر هو اللي بيفرض نفسه او بيستبعد نفسه مش حكايته ان هو استبعد النهارده محمد محمود او حسام حسن من المباراه ان هو لا هو محتاج عناصر معينه لان ممكن الاثنين ما ينفعوش في طريقه اللعب بتاعته اللي هو يلعب بيها النهارده اللي هي 4-3-3 لان حسام حسن لاعب صندوق هو مش عايز لاعب صندوق عايز لاعب يبقى صندوق لاعب يبقى جناح طيب كده محمد شريف هجوميا هيعمل ايه ما هو برده الاهلي زي ما حضرتك قلت كده عنده مشاكل هجوميه لا ما هو هجوميا هو هيبدا من اول ماتش ضاغط على الوفاق هو الاهلي هيبقى عايز يحرز هدف في الاول وهيبدا ضاغط على الوفاق بمين ويبقى ما هو هيبقى عنده الثلاثه اللي قدام عنده احمد عبد القادر عنده محمد شريف عنده بيرسيتاو او عنده حسين الشحات وعنده بيرسيتاو وعنده عبد القادر او عنده محمد شريف وممكن يبقى محمد شريف واحمد عبد القادر وحسين ويقعد بيرسي بره وعنده الثلاثه اللي تحت منهم اثنين بيجيدوا الهجوم اللي هو قفشه واليو ديانج مع الادوار الدفاعيه اللي هيعملها حمدي فتحي وحمدي فتحي على فكره ممكن يلعب بالدورين يعني هو هيبقى ضاغط على وفاق سطيف بالطريقه دي على شرط ان هو في حاله الارتداد لازم يبقى اسرع ويمنع وفاق سطيف من السيطره على الكره خلي بالك منع المنافس من السيطره على الكره لوقت طويل جدا دي مهارات لازم تقطع منه الكوره ولازم تاخد منه الكوره وما تاخد منه الكوره لازم انت تبقى مسيطر وعارف ازاي تخترقه بكرات معينه لكن هي المشكله بقى لو ساب وفاق سطيف ياخد الكره منه ويبدا يهدد ويكسب ارض ويبدا يهدد مرمى دي مشكله ليه لان هو عنده اخطاء دفاعيه لازم يبقى واخد باله منها التحول من الهجوم من الدفاع للهجوم لازم يبقى اسرع ما تسيبش بص زي كده ليفربول مع فياريال لو بصيت على طريقه لعب فياريال هتلاقي هو وفاق سطيف فلازم انت تبقى باصص على التحول ان شاء الله ان يكون ليفربول النهارده التحول وخاصه ماتش العوده ازاي فياريال هدد ليفربول بجونين في اول 10 دقايق ليفربول رجع بس انت قدراتك انت لكنه عاد مره ثانيه لانه نادي كبير وان شاء الله ده اللي احنا مستنيينه من النادي الاهلي ان هو يحسم ان شاء الله لا ان شاء الله النهارده الاهلي ان شاء الله باذن الله ماتش مباراه الذهاب باذن الله بنشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق عمر الناقد الرياضي شرفتنا ونورتنا في صباح الخير شكرا